الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي، تدري إيش معنى الحي؟ الحي قبل كل حي، والحي بعد كل حي، والحي يوم لا حي إلا هو جل جلاله. كل شيء هالك إلا وجهه، كان قبل أن يكون هذا الكون، وهو دائم حتى بعد أن ينتهي هذا الكون، فهو حي قيوم جل جلاله سبحانه وتعالى. القيوم فسرها الله بعدها مباشرة، قال الذي لا تأخذه سنة أي غفوة ولا نوم، لا ينام، والله لا ينام، ولو نام لتبعثر هذا الكون. من يحفظ السماوات ومن يحفظ الأراضين ومن يحفظ هذا الكون إلا الله جل جلاله؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. يا أخي عندما تؤمن بهذا الأمر أن كل ما تراه في السماوات من سماوات وكواكب ونجوم وإلى آخره لله، وكل ما في الأرض لله، إذن تطرق باب من؟ لا تطرق إلا باب الله. لا تجعل توكلك إلا عليه، لا ترمي حاجاتك إلا عنده، وهو قريب، مع أنه غني عنك. يعني أنت الآن الواحد منا لو يملك قصر وكم سيارة وكم مليون، يعني قطعة من الأرض لما رأى الناس شيء، صح ولا لا يا جماعة؟ هذا يرى، هذا له ما في السماوات وما في الأرض، ملك عظيم، ومع ذلك يقول لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن اعتز بهذا الملك جل جلاله واقترب منه، واعلم أن أسهل من تتعامل معه هو الله سبحانه وتعالى. الناس الحين لو تجي تقول عطني ريال، بس ريال، راتبه 100,000، تقول عطني ريال بيعطيك اليوم ريال، تجي بكرة تقول عطني ريال يعطيك، ثالث يوم يعطيك على مضض، رابع يوم يقول لك يا أخي أشغلتنا يا أخي وهي ريال. أما الله فإنك إذا لم تسأله يغضب عليك، يغضب كل ليلة يا أخواني، ينزل نزول يليق بجلاله وعظمته، يسمع دعاء الداعي واستغفار المستغفر. أسهل من تتعامل معه هو، هو جل جلاله. يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. يا أخي هل هو محتاجي ومحتاجك؟ ما هو محتاجنا، ومع ذلك يقترب منا جل جلاله ولا يقنطنا أبدا من رحمته. فما أعظمه جل جلاله، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يوم القيامة إيش معنى الكلمة هذه؟ والله ما ينفعك إلا الله، لا صديق مقرب ولا صديق بعيد ولا جاه ولا سلطان ولا ماهر ولا شيء، ما في يوم القيامة أحد يشفع لك إلا الله جل جلاله، هو اللي ينفعك أو يضرك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إخواني عندما نتأمل هذه الآية، وهو قول الله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه إيش؟ يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يا أخي هذا الأمر لازم يحرك قلبك. يعلم ما بين أيديهم وما خلف، والله ما لفظت من قول إلا وملك يسجل، وما رأيت من شيء إلا وملك يسجله. نسأل الله أن يسترنا بستره. كم نخطي في الخفاء، كم في حق الله ولا يفضحنا. والله لو أن الذنوب لها روائح، والله أننا في مصيبة، لكنه يستر ويرحم ويغفر، وبس تتوب يقلب سيئاتك إلى حسنات. ما أعظم الله، له يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا تحيط بشيء من علم الله. شوف يا أخوان هذه كلمة عظيمة،
الله عز وجل هو العالم بكل شيء، وهو الحكيم في تدبيره. والله ما ينزل في هذا الكون من خير إلا بفضل الله، ولا ينزل بلاء إلا بعدل الله. فأنت أيها المؤمن تتقلب ما بين عدل الله وفضل الله، كل من الله. وإذا أردت أن تعرف عظمة علم الله وإدراك وإحاطته بكل شيء، انظر إلى خلقنا مثلا حنا الإنسان، كم يخلق كل يوم على الأرض؟ كم يخلق من إنسان؟ هل سمعتم يوما أن مولودا ولد وأنفه في ظهره مثلا، أو عيناه في قدمه؟ كل هؤلاء من اللي دبرهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يمكن أن يحاط بعلم الله. الله عز وجل علم فأتقن كل شيء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن كرسي الرحمن، يقول أن السماوات السبع هذه والأراضين السبع، شفت السماوات السبع ذي والأراضين السبع اللي الآن البشر ما أحصوها ولا عدوها ولا أحاطوا فيها، إذا وضعت بجوار الكرسي، والكرسي هو موضع قدمي الرحمن جل جلاله، فكأنما رميت سبعة دراهم سبع قروش في صحن كبير ترس، هذا حجم السماوات بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة في صحراء. لا إله إلا الله، وسع كرسيه السماوات والأرض. طيب يوم وسع كرسيه السماوات والأرض، هل تعب أو عجز عن حفظها؟ قال ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العلي على خلقه، العظيم في ملكه جل جلاله. كذا تحس بلذة الآية، لذة القرآن لما تتأمل في هذه الآية. فلذلك أعمر قلبك بهذه الآية واحفظها وكررها قبل ما تنام، قلها يحفظك الله الليلة كله، وبعد كل صلاة كررها حتى لا يكون بينك وبين الجنة إلا الموت، وكرر هذه الآية وسمعها، حفظها زوجتك، أمك، أبوك، إخوانك، أولادك. لماذا؟ لأن هذه الآية إذا تمكنت من القلب عمر القلب، وهذا هو النور الذي قاله الله عز وجل في آية النور: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. هذا هو الوحي، يمثل الله قلبك باللمبة. هذا النور كلما قوي الكهرب كلما قوي النور، كلما خفت الكهرب كلما قل النور. كذلك الوحي، كلما كثر في قلبك زاد نور الإيمان في قلبك، وأصبحت كلك نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. لازم نتأمل هذه الآيات ونحفظها، لأن هذه تفيدنا في حياتنا وآخرتنا. أسأل الله تبارك وتعالى يا إخوة أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.